أقرب حاجة من حيث السلم الزمني وأكثرها أهمية توا لا هي الحملة الانتخابية اللي باش تبدأ من بعد غدوة، ولا الانتخابات الرئاسية اللي هي نهار 6 أكتوبر. ثم حاجة أهم برشا واللي هي العودة المدرسية. تعرفوا علاش؟ على خاطر هالانتخابات والحملة هذه واحد وكل كلها مبنية على وعود اللي في المغلب متاحها زيفة وما تنجمش تعمل عليها باش تبني مستقبل. راهو مهما كان المترشح ماكش اللوم على واحد أكثر من واحد ولا واحد أقل من واحد، الكلهم بالنسبة لي أنا فرد شكارة، وهذا ولو كان بحسن أو سوء نية. خلينا باش ما نسيسوش الفيديو ونحطوا هذا على جنب ونجيو للأهم. العودة المدرسية علاش مهمة؟ على خاطرك بالحق اللي تزرعه تحصده من بعد، خاطرك الوليدات هذوما تحب ولا تكره هما المستقبل الحقيقي، وهذه هي الغريزة الحياتية والبشرية، أنك تكون ديما ثم نويو متاع وليدات صغار ومتاع شباب هما اللي باش ياخذوا المشعل، وكيف ما أنت باش تعطيهم وتربيهم وتكونهم راه وذيك هي من بعد باش تكون الزينة متاع البلاد، وذيك كيفاش باش تمشي البلاد باش تمشي بيهم هما. العودة المدرسية علاش؟ على خاطر أنا شنو نحب نقول الحاجة المهمة اللي على خاطرها نحب نعمل الفيديو ذي ونوصل المساج ذي، أنه اسكو تتنجموا تتوقعوا انتوما نسبه قديش ثم من صغير سورتو تلامذة اللي في المكتب اللي قاطعوا الرجوع لمقاعد المدرسه جوست على خاطر ثم امكانيات ناقصه، اللي هما مثلا ما عندهمش كراتب، ولا اللي هما ما عندهمش منادل، ولا اللي ما عندهمش الادوات المدرسيه، ولا اللي ما عندهم الصبات يلبسوه في ساقيهم باش ينجموا يمشيوا يقراوا به. العدد كبير على الاخر ويحرز نحن بلادنا الله غالب عليها، ما تنجمش تدخل وتشوف الاحصائيات الحقيقيه على خاطر ما يعطيوش قيمه للارقام هذيا، على خاطرها تعري ديما المنظومات اللي شاده الدوله مهما كانت اكس جريج ولا زيد، هذا من عهد بورقيبه الى يومنا هذا. دونك شنو اللي انا نحب نقوله؟ ما فيها باس ان كل واحد كسوسوا عنده صغير باش يمشي يشري له من مكتبه ادوات مدرسيه، والا ما عندوش يتوجه للمكتبه كي يشري ساعه لصغيره، يشري بالزايد حتى كراسه زايده ويخليها للمكتبه، يقول المكتبيجي كان جاي انسان مستحق هاوكا عندك كراسه زايده تنجم تعطيها له. ولهنا نمشيو الناس الكل نثيقوا بعضنا ونمشيو بثقه انه حتى صاحب المكتبه باش يكون اهل ثقه وباش يقوم بالحاجه هذه. اللي ما عندوش مثلا المكتبه هذيك ما يحبش يخلي فيها ينجم ياخذ الكراسه الزايده الكرتابه الزايده وكل قدير وقدره يهزهم للمكاتب. كان تعرف ثم مكتب مثلا في جهه ريفيه ولا منطقه ريفيه ولا منطقه اللي فيها احتياجات كبيره، تهزوها للمكتب، تتعاملوا مع المدير، تتعاملوا مع جمعيه، تخليوا الحاجات هذيك غادي. اذا المكتب فيه مدير والا سورفيون يعرفوا انه ثم شكون ما جاش للقرايه، جات 15 سبتمبر وجا 1 اكتوبر ومازال ما رجعش جوست على خاطر الاسباب هذيا، ينجموا يتصلوا بالعائله ويوفروا لهم الحاجيات اللي صغير هذاك باش يتحرم على خاطرها انه يرجع للقرايه كيف وكيف اخواته، جوست على خاطر ما هو ذنبه هو اذا هو في عائله معناها محتاجه. نهزوا بعضنا على خاطر غدوه هما اللي باش يهزونا، الشباب هذوكم والصغار هذوكم، وان شاء الله المساج هذايا يوصل بالحق. الصدقة الجارية الحقيقية توا وقتها ما بين لو بروميي حتىكش لو 15 سبتمبر. أي إنسان ينجم يعاون أي صغير أنه يلتحق بمقاعد الدراسة يرحم والدين والديه دنيا وآخرة، وبجاه ربي لا تبخلوا عليهم على خاطر باش ما يبخلوش علينا هما نهار آخر، وعلى هالبلاد هذيا باش تكون ديما نوارة إن شاء الله ونجمة ضوئية.